بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد النائب ولفريقكم المحترم. أولا أؤكد بأنه موضوع الإنصاف والمصالح وتوصياته كان دائما بالنسبة للحكومات التي تعاقبت على الملف موضوع اهتمام بالنظر إلى أهمية طي هذا الملف، وربما أهم إنجاز كسبته البلاد من هذه التوصيات هو ما وجد طريقه إلى الدستور من أجل العلاج الجذري الاختلالات اللي أدت إلى إفراز الانتهاكات. هذا أكبر مكسب اليوم كان في الدستور. على المستوى العملي ما يتعلق بالتوصيات وجانبها الاجتماعي خاصة، فلا يخفى عليكم أنه التعويض المالي اللي كان على الأقل جوج ديال المراحل الأساسية منذ الإطار ديال الهيئة المستقلة للتحكيم إلى الهيئة الإنصاف والمصالحة، المستفيدون في الدفعة الأولى كان تقريبا 7780 مستفيد بمبلغ يقارب 960 مليون درهم. الدفعة الثانية همت تقريبا 17964 مستفيد بمبلغ يقارب 800 مليون درهم. فيما يتعلق بالأوضاع الإدارية والمالية اللي هي مشمولة بهالتوصيات، 539 حالة يعني من المستفيدين بتسوية الأوضاع الإدارية والمالية، يعني التسوية النهائية شملت 288 حالة، حالات في طور التسوية 61 حالة، حالات قيد الدراسة 86 حالة، وحالة تتعذر حلها لأنها مرتبطة بمطالب لأشخاص لا علاقة لهم بإدارة التي كيتكلموا عليها. الإدماج الاجتماعي توصيتهم 1268 حالة، تم إدماج 643 حالة، في طور التنفيذ 373. إذا تلاحظوا أن النسبة الكبيرة ديال الحالات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي شد الطريق ديالها والملف في طي في طي في طور الطي. بلا ما ننسى واحد المسألة مهمة جدا، هو أنه أتمنى أن يفعل البرلمان يعني صلاحياته من خلال المدارسة للتقارير السنوية للمؤسسة اللي هي الدستورية الوطنية، لأن هذا الملف كما لا يخفى عليكم يعني يخضع لمتابعة ولمسؤولية درجة عالية جدا من الأهمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبالتالي فيمكن يكون التقرير السنوي اللي إن شاء الله يتفعل دستوريا كإجراء أنه يكون مناسبة للتقييم الشامل لكل هذا المسلسل. على مستوى التغطية الصحية المستفيدون تقريبا 6507 ديال الحالات. جبر ضرر الجماعي في أرقام كذلك مختصرة، مجموع المشاريع التي طيب أتركوا بعض دقائق